السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم مقادير وطريقة تحضير عصير اللي كيعطينا كمية مهمة بمواد اللي هي قليلة، فقط ببرتقالة وليمونة حامضة. هادو هما الأساس ديال هاد العصير وكيعطينا واحد الكمية معتبرة، وبالإضافات الإضافات اللي كنزيدوها فممكن نضيفو أي حاجة بغينا. هنا عندي حامضة وبرتقالة بيتين في المجمد، وفي الصباح جبتهم. عندي كذلك ياغورت اللي ممكن نعوضه بشي حاجة أخرى، وعندي سكر حسب الذوق، وعندي كذلك الماء على حسب الكمية اللي بغيتو ديرو. أول حاجة غادي نديروها غادي نشدو ديك الحامضة بعد ما جبدناها هي والبرتقالة، بعد ما جبدناهم من المجمد كما قلت لكم يكونوا باتوا ليلة كاملة في المجمد، يعني غديرهم بالليل الصباح غتنوضي غتجبديهم غتخليهم يرتاحوا واحد ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق غير باش يطلقوا شي شويه. وغادي تقطعيهم هكا دي ترونش، تقطعيهم مكعبات او لا دي ترونش او لا على حسب على حسب الروبو ديالك واش كيطحن مزيان ولا لا. انا قطعتهم كما شفتوا غير دوائر، وكنحاولوا نحيدوا منهم العظام. انا قطعتهم بقشرتهم بكلشي ليهم، اللي كنحيدوا منهم فقط هما العظام باش ما يطلقولناش المروره، وكذلك داك الخيط اللي تيكون بيض في الوسط كنحيدوه حتى هو ما كنخليوهش. صافي غادي نقطعوهم كما شفتو هنايا، راه مازالين جامدين عندي انا، يلا جبتهم تقريبا كامله حتى 5 ديال الدقائق بديت كنخدم بهم، لان الخلاط اللي عندي كيطحن مزيان ف يعني غادي تطحنوا بسرعه. صافي انا غادي نستمر بحال هكا، غادي نقطعهم وغادي نحيد لهم كما قلت لكم العظام وهداك البيوضه اللي كتكون في الوسط، داك الخيوط البيضاء اللي كتكون في الوسط، وغادي ندوزو باش نكملو باقي الوصفه ديالنا. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه الكاس ديال العصير، غادي ندير فيه دوك لي طرونش ديال الليمون، وكنزيد نحاول نتاكد بان ما كاينينش عظام. كنديرهم في الخلاط مع ديك البرتقاله مع الحامضه، هما اللي كندير في الاول. حتى البرتقاله راه خليتها بالقشره ديالها، ما تخافوش ان القشره دير لكم المروره، فنهائيا ما كدير لا مروره لا والو. انا هنايا كنحاول نتاكد مره اخرى ان ما كاين لا عظام لا حتى شي حاجه، كنحاول نفكك هذيك الدوائر باش نتاكد بان ما فيهم حتى شي حاجه. صافي غادي نديرهم كاملين في الخلاط الكهربائي، غادي نضيف عليه كميه ديال الماء، كميه تكون قليله ما تكونش كثيره، تقريبا غادي نضيف واحد جوج كيسان ديال الماء اولا ثلاثه فقط هما اللي غادي نضيف، هانتوما غير شويه باش يتطحن ليا هاد البرتقال مع الحامض، يتطحنوا ليا مزيان، لان الا كثرنا الماء فغادي يبداو يدورو في الماء بلا ما يتطحنوا بطريقه مزيانه. صافي غادي نطحنهم مزيان حتى يتطحنوا ليا، وغادي نرجع باش نصفيهم. هنايا خديت صفايه غادي نصفي فيها هاد الخليط هذا ديال العصير، وغادي نحتفظ بالكاس ديال العصير لانني مازال غادي نرجع له هذا الشيء باش نعاود نطحنه للمره الثانيه. صافي غادي نصفيه مزيان حتى كتشوفوا كيبقى لي داك التفل هو الفوقاني، كنحيدو وهداك العصير اللي نزل ليا فكنرجعو للكاس ديال العصير، وغادي نضيف عليه ياغورت. انا عندي هنايا ياغورت كريمي بطعم المونغ، المونك تيتماشى بزاف مع هاد الوصفه هادي. الا ما كانش عندكم غديروا ياغورت عادي بنكهه الفانيلا او نكهه ديال البنان، ما كانش عندكم ولا ما بغيتوش تستعملوا الياغورت فممكن تستعملوا اي فاكهه توفرت عندكم، تستعملوا خوخه، تستعملوا تفاحه، تستعملوا بنانه اللي توفر عندكم. غادي تضيفوا حبه وحده فقط، وغادي تضيفوا الكميه ديال السكر. انا هنا ضفت نص كاس ديال السكر وضفت داك الياغورت اللي ضفت، بغيتو ديرو حتى هكذا بالياغورت فراه كيجي زوين. وغادي نعاود نطحن للمره الثانيه. بعد ما طحنت المره الثانيه فكنعاودو نضيفو، يعني كنزيدو عليه كميه ديال الماء على حسب القياس ديال السكر اللي بغينا، وكنعاودو نرجعو نطحنو واحد شويه وصافي. ها هو ده العصير ديالنا. انا هنايا تقريبا راني ضفت ليه تقريبا اطرو وربع ديال الماء، هو اللي ضفت اطرو وربع اولا زايد شي شويه. هانتوما كتشوفوا اللون اللي كيعطيني، فكيعطينا اللون رائع بلا ما كنضيفوا له لا ملونات ولا حتى شي حاجه. داك الاصفر ديال الحامض كيعطينا اللون الزوين بزاف بزاف بزاف، وحتى المذاق تيجي هائل.
هانتوما بالنسبة للخطورية وبالنسبة لهذا للسكر للحلاوة، فانتوما يعني ليكم الاختيار، انتوما كتختاروا الحلاوة اللي بغيتوا. انا هنا يعطاني تقريبا لتر ونص ديال العصير، وممكن يعطيكم اكثر مثلا الا استعملتوا حبة ديال الفاكهة فغادي تضيفوا الكمية ديال الماء اكثر. نتمنى ان الوصفة ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، الا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتبارطاجوا مع العائلة والأصدقاء باش تعوم الفائدة، وإن شاء الله تكون تجربة زوينة وتجربوا هذا العصير وتردوا عليا في التعاليق ديالكم. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.